أمن المواطن قد يكون مفتاح اختراق الجمهوريين لولاية نيويورك الملونة بالأزرق. فاستراتيجية الحاكمة الديمقراطية الحالية كيثي هوكل القائمة على مهاجمة منافسها الجمهوري لي زيلدن بصفته مناهضاً للإجهاض ووضع نفسها كخط دفاع عن حق النساء بالاختيار لم تعمل وفق المخطط. You know why nothing changed the day after the Dobbs decision? It's because I'm the governor of the state of New York and he's not. حيث حمل زيلدن كغيره من الجمهوريين ملفات الجريمة وأيضاً إخفاقات إدارة بايدن التي تؤرق الناخبين ليحاكي بها سكان نيويورك متهماً منافسته بعدم فعل ما يكفي لوقف زيادة الجرائم الخطيرة. وبالفعل أظهرت أحدث استطلاعات الرأي تقارب السباق بين المرشحين مع تقدم هوكول بنقاط قليلة على منافسها زيلدن. أرقام منخفضة بشكل غير مريح للديمقراطيين بعد عقدين من الهيمنة وتنذر باحتمالية حدوث تغيير بملامح ميول الولاية الديمقراطية ما لم تنحرف حملات المرشحين عن مسارها الأساسي المتمثل بقانون الإجهاض ومساءلة ترامب على الأقل في الأسبوعين الأخيرين، وذلك في محاولة مترنحة أخيرة لجذب الناخبين إلى صناديق الاقتراع وتعزيز موقعهم. Kathy Hochul believes that the only crimes that are being committed are these crimes with guns. And you get people who are afraid of being pushed in front of oncoming subway cars. They're being stabbed, beaten to death on the street with hammers. مسار المرشح الجمهوري لمنصب حاكم نيويورك غير معبد هو الآخر، إذ يواجه تحديات بجذب جزء من الديمقراطيين المحبطين، لا سيما أن فوزه يتطلب الحصول على 30% من الأصوات في مدينة نيويورك معقل الديمقراطيين، والفوز بسهولة في المناطق الواقعة شمالاً. وهي وصفة استعصت على الجمهوريين منذ فوز جورج باتاكي بولاية ثالثة عام 2002.